سبحان الله. لأن كيفاش راه يقفز والأرض كيفاش راهي تتحرك، يعني شوف الأرض كيف تتحرك. السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم خليفة من الجزائر. الفيديو تاع اليوم باش تشوفوا وتكتشفوا فيه وتعرفوا على أغرب أرض تقدر تشوفها في حياتك. هذا الفيديو من أمريكا، أرض على شكل مطاط، أرض مطاطية، أرض تتحرك. عمال كانوا يحفروا ويديروا في مشروع بشكل عادي، وفجأة شافوا هذيك الأرض، يعني هو يحفر والأرض تتحرك على شكل مطاط. صراحة أغرب أرض شفتها في حياتي، غريبة جدا. تشوفوا الفيديو، مرحبا بكم، ما تنساوش تدعمونا باللايك. شوف كيفاش تحرك، شوف سبحان الله. شوف باش يحفر باش تشوف زعما ممكن انه يوجد شيء تحتها، يوجد ولا شيء. طيب شوف الارض كيف تتحرك، سبحان الله. هنا يكمل الغرابه، لانهم يحفروا الى كما نقولوا الارض تحتها، ولكن لا يوجد تحتها ولا اي شيء. ممكن تقول انها ممكن طبقه فيها تحتها الماء، ولكن لا يوجد ماء. شوف كما تشاهدوا معنا انسان هنا كيفاش راه يقفز والارض كيفاش راهي تتحرك، يعني امر غريب جدا. شوف ارض مطاطيه، ارض مطاطيه، هو يقفز والارض تتحرك، سبحان الله. شيء غريب، اول مره في حياتي نشاهد ارض مثل هذه، وعلى ما اظن انه الكثير منكم اول مره باش يشاهدوا امر مثل هذا. صراحه الكون هذا كبير وخلق ربي عظيم. صراحه الاكتشافات، شوف السبب اللي يخلي الارض تتحرك الله اعلم. امر غريب جدا يا ناس، صراحه امر غريب جدا. ماذا يوجد، ماذا هناك، الله اعلم. كما شفتوا معنا هذه الارض غريبه جدا، كيفاش تتحرك وش موجود تحت الارض، كيف خلى هذه الارض تتحرك بهذه الطريقه، الله اعلم. ماناش عارفين السبب وكيف. كما شفتوا الانسان حفر وش موجود تحت الارض، ولا شيء، طين فوق طين. وشنو الامر اللي خلاها تتحرك، ماناش عارفين السبب. صراحة أمر غريب. أنا ما نكذبش عليكم، بعد هذا الفيديو راح نبحث، راح نشوف وشنو هو السبب في هذه الأمور، لأنه غريبة، أول مرة نشاهد فيديو مثل هكا. تحية لكم كبيرة، ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، كل مرة نجيب لكم أشياء غريبة، أشياء في كل مجالات نتكلموا كالعادة. مرحبا بكم، داركم، معكم خليفة هلال من الجزائر، كل حب والاحترام.